أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد. صل على محمد وآله خير الورى سجيا. اللهم صل على محمد واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفرك ربي وأسألك التوبة، أستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لشيعة أمير المؤمنين الأحياء منهم والأموات. الحضور الكرام، المؤمنون المؤمنات، السادات الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة. خطب عرى أم البنين دهاني، وأذاب قلبي بل وهد كياني. صبرت على فقد البنين لأنهم قتلوا لأجل خليفة الرحمن، صبرت على فقد البنين. احنا لما نجتمع على ذكرى هذه السيدة من أجل أن نتأمل في سيرتها ومواقفها وشخصيتها، هذه الأبيات هم تعكس صورة. صبرت على فقد البنين لأنهم قتلوا لأجل خليفة الرحمن، سمعت بأن بنينها في كربلاء أجسادهم ضلت على التربان، ورؤوسهم ساروا بها محمولة فوق القناة في سائر البلدان. لم تبكهم لما قضوا، لكنها بكت الحسين بدمعها الهتان. طوبى لها قد آثرت ببنينها، يا 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 شبل البتولة خيرة النسوان. لم أنسها في طيبة لما نعى بشر بن حذلم سبط طه الثاني،
لم أنسها في طيبة لما نعى بشر بن حذلم سبط طه الثاني يا أهل يثرب لا مقام لكم بها يا أهل يثرب لا مقام لكم بها إن الحسين مرضرض الجثمان إن الحسين مرضرض الجثمان الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه معلق بسنان يا بشر هل يا بشر هل قتلوا الحسين وهل عذرا أقول هذا المعنى يا بشر هل قتلوا الحسين وهل وطعته من شمر الخنا النعلان هل رضرضوا بالخيل جثته وهل بقيت بلا غسل ولا أكفاني هل رأسه عن جسمه فصلوه هل طافوا به في الشايام والكوفان وبناته الروعة وخيامه هل أحرقت يا آية بشرب النير آية 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 يا عيني هل زينب فوق الهوازل أركب هل أدخلت يا بشر في الديوان فأجابها أم البنين تجلدي وتسلحي بالصبر والإيمان إن الأعادي في الطفوف ببغي إن الأعادي في الطفوف ببغيهم ذبحوا حسينا سيدي الشباني وويله أيوا حسينا منعوه شرب الماء لا شربوا
من حوض والده رفيع عشان تقل وانحيل يا بن حذلم دليل وياك وانحيل او جسم من المصايب والله ونحل وانحيل تراخ احزام ابو السجاد تراخ احزام ابو السجاد وانحيل وانا طهض وانا ظهر انطبق من الرزي ياي وانا ظهر انطبق من هاي يا قلها يا هالوالدة يلي تنشدين من كان تردين الخبر زين قعدي وهل دمعة العين العين إلك أربعة بطف مطاعين ما بينهم مذبوح لكن بشر أخبر أم البنين أن زينب رجعت إلى دار المولى أبي عبد الله فأسرعت أم البنين إلى دار الحسين عليه السلام بجت زين ابو دمع العين سجاد ووصت جارية توقف على الباب لا تدخل علينا نسوة اجناد بس الفاج دولي يدوس بيه وقفيت جاريتها وصوت جاغه وسمعت صوتها يدوب سماغه انا بعباس انا معباس مشترك بعزاه يا وانا معباس مشترك يا بسماغ ولي سمعت زينب بصوت ام البنين انا معباس صاحت يا نساوين آيا كربلا ويا عملة البين وين اخت القما يا ارحام الحمية والله نادتها العقيلة بدمع محمار انا عفت حسين عارب جمرة الحار والله انا عفت حزين عارب جاي يا امرتي الحار او من بعد القمر حملت قنطاير وعقب عينه سبت نعلو جمي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون كما تعلمون هنالك كلمة قالها مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يمكن أن تعتبر المفتاح والباب الذي
ندخل من خلاله إلى دراسة وقراءة شخصية السيدة المعظمة صاحبة الذكرى أم البنين سلام الله تعالى عليها. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: يا عقيل، اختر لي امرأة أنجبتها الفحول من العرب. قبل أن نعقب على ذلك ينبغي أن نشير أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ذلك العالم الذي عنده علم الكتاب، أمير المؤمنين ذلك الذي آتاه الله سبحانه وتعالى علما جما وعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1000 باب من العلم، كل باب يفضي إلى 1000 باب. فشخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ليس لها ند، ليس لها مثيل إلا رسول الله صلى الله عليه وآله في علمه، باعتبار أن أمير المؤمنين تورث علم رسول الله، وما عند النبي صلى الله عليه وآله من علوم أنزلت عليه من السماء لم تمت أيها المؤمنون، ما دفنت تلك العلوم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما رسول الله استودعها وخزنها عند أهل بيته، فهم ورثة علمه، ورثة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مع ذلك نجد أن أمير المؤمنين يقول لأخيه عقيل ابن أبي طالب الذي كان متضلعا في علم الأنساب: وكان مختصا بعلم المجتمع، علم الاجتماع، وكان يعرف بيوتات العرب، فيقول: اختر لي امرأة انجبتها الفحول من العرب لتلد لي غلاما ينصر اخاه الحسين في كربلاء. طبعا هذه العبارة انا لا استطيع ان اقف عندها واتأمل في اعماقها وفي افاقها لانها تحتاج الى وقت طويل، لكن اريد ان احوم على على سطحياتها ان صح التعبير، اريد ان اقف على شاطئها، لا اريد ان ابحر في عمق هذه الكلمة وهذا الموقف الذي ينبغي ان يدرس من جوانب مختلفة. مولانا هذا الموضوع او هذا الموقف من امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يستفاد منه امور كثيرة. مثلا، اولا يستفاد من هذا الموضوع ضرورة الرجوع الى اهل الخبرة والاختصاص. بالكم يمي؟ جزاكم الله خيرا. ضرورة الرجوع الى اهل الخبرة والاختصاص اللي هو فد واقع انساني، واقع بشري، ان الانسان يرجع الى اهل الاختصاص والخبرة في جميع شؤون الحياة. على سبيل المثال: اللهم عافي وشافي جميع المرضى، خصوصا من اوصاني بالدعاء، الحاضرين، سامعين، مؤمنين، مؤمنات، ادعو لكم بحق هذه السيدة المعظمة بالشفاء، بالعافية. مولانا الكريم، الانسان حينما يمرض الى اين يذهب؟ يذهب الى الطبيب. ليش؟ بالفطرة ما يحتاج فتوى شرعية، ما يحتاج ان يفتى في ضرورة رجوع المريض الى الطبيب. ليش؟ لانه بالفطرة، الفطرة الانسانية تأخذ بالانسان حينما يمرض الى باب الطبيب، يلتمس منه الدواء الذي يمكن ان يكون شفاء له. عدل ولا؟
وهكذا الآن أنت إذا تريد تبني بيت أوتوماتيكيا مولانا بفطرتك، ما تروح تاخذ لا فتوى شرعية ولا تستشير، رأسا ترجع إلى المهندس المعمار المختص بتصميم البناء، تقول له تعال ارسم لي خريطة لائقة أريد أن أبني بيته، وحينما تريد أن تباشر البناء ترجع إلى أهل الاختصاص في هذا الموضوع، وهكذا عدل ولا. لما تريد أن تأخذ مثلا منبرا أو تأخذ غرفة أو تأخذ مثلا كنتور أو سرير تذهب إلى النجار، وهكذا يعني ضرورة الرجوع إلى ذوي الاختصاص. لاحظوا أيها الأحبة من هذا المنطلق الإنساني نحن أيضا نقول بضرورة الرجوع إلى ذوي الاختصاص من العلماء من الفقهاء. الفقيه الجامع للشرائط المتقي الصالح المؤمن الخبير في استنباط الأحكام الشرعية وعند تقوى يخشى من الله، مو فقط عند خبرة باستنباط الأحكام الشرعية، إذا ما عند تقوى ما يجوز الرجوع إليه، لا لابد أن يخشى من الله. يخاف من الله متقي صالح زين، ونسأل عنا نتثبت، فإذا احتجنا حكما شرعيا إذا احنا فقهاء. شيء جميل جد لطيف إذا هؤلاء الناس كلهم فقهاء، يعني المرأة تكون فقيها ممكن؟ نعم. الآن احنا نحتفي بذكرى امرأة فقيها، ام البنين فقيها عالمة، مع ان ام البنين جاءت من البادية، لا ولدت في بيت انبياء ولا اباءها مثلا ائمة معصومين ولا نشأت في هذه البيئة، ولدت في البادية، امرأة عربية من قبيلة عربية لكن جاءت إلى بيت أمير المؤمنين وتربت في ذلك البيت ونشأت وتعلمت فأصبحت متفقهة في دينها، وبإمكان كل امرأة أن تصل إلى مقام التفقه في الدين وأن تكون عالمة. نحن في عصر المولى صاحب العصر والزمان، الروايات الشريفة تقول في عصره تكون المرأة فقيهة فتفتي وهي جالسة في بيتها، تفتي. لا تستغربون ذاك عصر الكمال، عصر الكمال اللي احنا الان حتى مشلون عالم الجنة لا عين رأت لا اذن سمعت لا خطر ببال بشر، عصر الامام صاحب العصر والزمان واحداثه وكمالاته وكيف تسير الامور، انا اقول كذلك لا عين رأت لا اذن سمعت ولم يخطر ببال احد. تتهيأ الظروف والانسان يتكامل، الانسان يتكامل. اذا موضوع واحد، انا ما اريد ان اقف على هذه الامور واطيل عندها، بالتالي ضرورة الرجوع الى اهل الاختصاص عليه، يشير إلى قانون الوراثة، الوراثة وكيف تنتقل العادات والصفات من الخؤولة، من الخؤولة أهل الأم تنتقل عن طريق الأم ورحم الأم إلى أولادها، هذا قانون الوراثة وما تحمل الجينات الوراثية من خصال من صفات من لذلك ينبغي للإنسان مولانا أن يحسن الاختيار، هذا موضوع ثالث أمتي، حسن الاختيار في قضية الزواج لأنه من أهم المشاريع الاجتماعية وأهم شؤون الحياة هو موضوع الزواج واختيار الزوجة الصالحة المؤمنة التي تعين الإنسان على أمر دينه
ودنياه. ويا ناس فشلوا بالحياة لأن الزوجة غير صالحة أو الزوج غير صالح. أنا مو دائما أوجه الكلام للمرأة، لا، أحيانا تجد امرأة صالحة طيبة مؤمنة متدينة. أنا قبل أيام شفت فد امرأة تستصرخ وتستفتي وتقول بأن زوجها يحتسي الخمر والعياذ بالله وغير ملتزم، ويأتي بقوم يحتسون الخمر في بيته، وأنا امرأة أصلي محتجبة متحجبة ويريد من عندي أن أقدم إلى أصدقائه خمرا والعياذ بالله. امرأة مؤمنة صالحة مولانا، الرجل سيء الخلق ما عنده دين، يعني ما عنده مبادئ. وبعض الأحيان لا، بالعكس، رجل صالح ولكن المرأة تكون سيئة، بالتالي هي المشاكل راح تتولد وراح تتحول الحياة إلى كابوس، وراح تتحول الحياة من سعادة إلى تعاسة. حقيقة هذا الموضوع اللي أمير المؤمنين طرح عملاق جدا، قلت لك فد شيء عملاق، يعني الناس كنت تتفقه من هالموقف هذا خطواتهم، نعم، واستعداداتهم، وعيهم وتفكيرهم في هذا المشروع، مشروع الزواج. شلون الإنسان يختار رجل أو امرأة؟ مثل ما الرجل يحسن الاختيار ويطرق بيوت الأشراف من أجل أن يأخذ بناتهم، المرأة همات ينبغي أن تختار. ما المفروض الرجال يجي يظلم الفتاة بنته ويستخدم القوة ويستضعف البنت التي لا حول ولا قوة، لابد أن مثلا تتزوج بابن عمها، وإذا ما تقبل يكسر ظهرها مثلا، يهددها الشكل. هذا ظلم مولانا، هذا حيف. حتى لو كان ابن العم سيء الخلق، حتى لو كان ما عنده مبادئ ما عنده دين، هذا ظلم، هذا حيف، هذا جور، هذه فرعنة. لا ينبغي للإنسان الصالح والإنسان المؤمن أن يعمل بهذه السلوكيات. المرأة مولانا حرة في اختيارها، مثل ما الرجل والذكر حر في اختياره. قلت لك الموضوع عميق جدا جدا عميق مولانا. احنا الان معظم البيوتات تعيش الفشل، فشل الاجتماعي. تدري هاي الاسرة اذا لم تنشأ نشأة صحيحة ولم تبنى بناء صحيحا وعلى تقوى الله وعلى مستوى من الوعي والفهم والثقافة والإيمان والأخلاق، راح تكون مؤسسة فاشلة، ما راح تطلع لنا نتاج صالح. تلاحظون ويغتنمون الفرصة لما تكون الأسرة عنيفة وقاسية. بعض الأحيان الأب يكون يعني غير محترم للحق والإنصاف، ويفرض على ابنه أن يكون عاقا، أن يكون سيء، أن يكون متمرد. الأم تكون شريرة بعض الأحيان، قاسية، وتفرض قسوتها على أولادها وتترك انطباعات سلبية في نفوسهم. أو الأب قاسي مثلا أو سيء، ما يتحدث مع أولاده بالحكمة بالمنطق بالعقلانية بالكذا، فلذلك تشوف أولاد دائما متشنجين، بنات متشنجة، والأسرة دائما ملتهبة، بدل ما تكون مأوى وبدل ما تكون محط لراحة الإنسان وسعادته تتحول إلى مصدر تعاسة. ما يخصنا، أنا ما أريد أتحدث عن تعال أنت اتبعني مثلا امشي وراي حتى تحصل سعادة، لا، الرجل وزوجته فليتفقا ان يكونا سعيدين. ممكن لا ممكن، هي ترى اكو انانيات في البين تدخل، انانيات، والرجال ينتصر الانانيته والمرأة تنتصر الانانيته، وتتحول الى كابوس والى حرب ضروس، وبالتالي يعني تصير كارثة. والضحية منه ضحية الأولاد. مولانا الأسرة مؤسسة، أمير المؤمنين يشير إلى هذا، أنه النتاج الإنسان لما يريد يقدم على مشروع يحسب الأهداف والخطوات
الواعية والهادفة. انت ليش جاي تتزوج؟ اكبر الموضوع اكبر من كونه غريزة واشباع نزوات. مولانا هذا الانسان عنده قدرة وعنده طاقة ان يتكامل. احنا اليوم لما نقف على شاطئ حياة السيدة المعظمة ام البنين، والله نريد نعرف قيمة الانسان، كيف يكون انسان محترم، كيف اصبحت محترمة ام البنين. لا نزل عليها وحي من السماء حتى نقول مثلا انها كانت لها نبوة مثلا، وام البنين لا عندها مثلا حجية من السماء، والله سبحانه وتعالى قال مثلا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، وام البنين من اولي الامر. ابدا، غاية ما في الامر امرأة تقية صالحة عالمة، وكذلك يعني كانت تتحلى بالآداب. شوفوا أيها الأحبة، مجتمعنا اليوم أحوج ما يحتاج إليه الآداب. اسمحوا لي أن أقول مجتمعنا احنا الإسلامي، أنا مو أقصد مجتمعنا هذا ومجتمعنا هذاك وهذا البيت، لا، أقصد المجتمع الإسلامي بشكل عام. المسلمين بحاجة أن يراجعون منظومة الإسلام الأدبية. أكو مجموعة من الآداب أرست قواعدها الشريعة الإسلامية ونصت على مجموعة من الآداب في كل مجالات الحياة. أكو أدب حتى في جلوس الإنسان، وأين يجلس وكيف يجلس، كيف يمشي الإنسان، كيف يقوم، كيف يتكلم، كيف يتأدب، آداب الأسرة، آداب الطعام، آداب آداب. مولانا لكل شيء في الحياة أدب. تاجر شوف آداب التجارة شنو، انت بائع عندك محل مال خضروات مثلا تبيع بصل طماطم، اليوم أدنى ما يكون الإنسان يحط له فد بسطية يبيع بها القضايا، مو حتى هالمستوى هذا. أكو آداب، شوف الميزان مالتك كيف، الآداب تقول لك كيف تكون كمشتري. أنت عندك آداب المشتري، أكو آداب البائع، آداب الولد مولانا مع أبيه، آداب الوالد مع ولده، آداب الولد مع أمه، وآداب الأم مع أولادها. لذلك أكو حقوق. مولانا إحنا ينبغي أن نراجع هذه المنظومة الأدبية إن صح التعبير، لأنا أعتبرها قوام الحياة. شلون يقول أكو فد كلمة لأمير المؤمنين أو لرسول الله صلى الله عليه وآله، واي عظيم، كل كلماتهم عظمة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: عقل المرء نظامه. عقله شنو؟ هذا اللي تشوفه منتظم، هذا عند عقل كامل. اللي تشوفه عشوائي مبعثر دلالة على أنه عقل بينقص، ما متكامل عقليا. هذا السمام ما محجر عليه، مو مجنون، مو مخبل، ما دازين مثلا دار المجانين، لا، نتعامل ويا احنا عاقل. لكن انظر الى الانسان ان لم يكن منتظما في جميع شؤون حياته، في كلامه وفي قيامه وفي منامه وفي هو يعني نظام الحياة. الحياة تكون بها نظام اذا انتظم الانسان. احنا ليش ننتظر الشرطة مثلا يجون ينظموننا؟ يعني احنا الان لما يكون تعامل فيما بيننا يصير بيناتنا فد مشكلة بسيطة، ليش نطور الامور ان نتضارب مثلا فيما بيننا وان نقتتل، وبعدين نخابر تعالوا يا شرطة تدخلوا بيناتنا، احنا ترى واحد يقتل الثاني. ليش يعني؟ ليش نلجئ الاخرين او كذا ونستدعي الآخرين أن يجون ينظمون؟ الإنسان العاقل مولانا ما يحتاج إلى منظم، هو منتظم. فعقل المرء نظامه وآدابه قوامه، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. قوام الإنسان، لا تشوف إنسان يعني فعلا تشوفه متكامل ناضج، انظر إلى آدابه، آدابه بالكلام بالتعامل بالتعاطي مع الآخرين في كل شيء مولانا. ولذلك المؤدب دائما يفرض احترامه على الآخرين ويكون إلى قيمة. ترى هي هاي السيدة المعظمة مؤدبة،
تأدبت في بيت أمير المؤمنين، تأدبت مع الله أولا ومع أولياء الله ثانيا، وهي بينها وبين نفسها كانت مؤدبة، بينها وبين أبنائها مؤدبة. وأحيانا الإنسان يطلع بالشارع يحاول أن يظهر بمظهر الأدب لما يختلي أو أجواء خاصة. عندنا مقولة احنا تقول بين الآداب بين الأحباب شنو؟ بين الأحباب تسقط. هذه المقولة خاطئة مولانا، ما أدري جابوها بني العباس جابتها بني أمية، ما أدري، خطأ مولانا. ما عندنا بين الآداب تسقط الأحباب أبدا، ما أقول بالعكس مولانا، بين الأحبة المفروض أن يكون شنو؟ اللي تحبه تتأدب ويا تحترمه. أما أنا أحب واحد وأسيء له وأفشر عليه وأغلط على عرضه وعلى أمه وعلى كذا والله أنا أحب فلان بناتنا ميانة، لا مولانا، ليش نفهم الأمور خطأ؟ هذا خطأ مولانا، موشي. لذلك تعال شوف سيد الشهداء صلوات الله وسلامه، هاي السيدة أم البنين كانت تحب الإمام الحسين، أبو الفضل كان يحب سيد الشهداء، مو شنو آدابه كانت؟ إذا جلس المولى أبو عبد الله أبو الفضل العباس شنو يقوم؟ لما يذكرون آداب قمر العشيرة يقولون ما جلس العباس يوما وسيد الشهداء جالس، فإذا جلس المولى أبو الفضل شنو يقوم إجلالا ويبقى قائما، يبقى واقفا. آداب مولانا. أو مثلا على مستوى الخطاب، شوف هذا بين الأحبة، ما تجد حبا وعلقة مثل سيد الشهداء وأبو الفضل. تدري بالخطاب أبو الفضل العباس بعمر ما نادى أخاه الحسين وقال أخي، ولا ناداه باسمه يوما، ما قال لحسين ولا قال لأخي. ليش؟ لأنها خلاف الأدب. يقول له سيدي، هو أخوه ابن أمير المؤمنين، شو بالتأدب؟ احنا بحاجة إلى ذلك أيها الأحب. والله شبابنا إذا يردون زينة وجمال وكمال ورفعة وشخصية وكذا، ونبحث عن شخصيتنا احنا وين نلقاها؟ من تجي ذكرى أم البنين الإنسان إذا يبحث عن شخصية خلي عين الشخصية أم البنين، يجد نفسه، يجد قيمته. المرأة تجد قيمتها عند أم البنين، الرجل يجد قيمته عند أم البنين. الجاهل مولانا يتعلم، العالم يتأدب من شخصية السيدة أم البنين سلام الله. تؤدب العالم هاي السيدة، عندها استعداد أن تفيض على الدنيا أدبا وأخلاقا وعلما ومعرفة. ما يقول له أخي، لأنه هذا الخطاب خلاف الأدب، ما يتناسب مع المستوى الأخلاقي والأدبي لقمر العشيرة صلوات الله وسلامه عليه. بالتالي الكلام طويل عريض، وأنا حقيقة يعني وإن كنت متعبا من مشقة السفر، لكن محضركم الكريم وجوكم الكريم حقيقة أزالت عني كل آثار التعب. والله أنا لما رأيتكم وكأني الآن يعني شلون يقولون نشط عن عقال، ولكن الوقت محدود، الوقت محدود يعني، وإحنا أمام مناسبة مهمة في مثل هذا اليوم، وفاة السيدة أم البنين المجاهدة المضحية التي قدمت كل شيء في سبيل الله وفي سبيل أولياء الله، قدمت كل شيء لإمام زمانها وتنازلت عن كل شيء. بالتالي لها ولد من بين الهاشميين في عشيرة الكمال والجمال بني هاشم يسمى قمر العشيرة. حتى هالولد هذا في سبيل الحسين نسيت شيء اسمه العباس.
وقدمت أولادها جميعا. ويقال أيضا أنها كانت تتمنى لو أن الإمام الحسين صحبها معه إلى كربلاء. والبعض يقول لما خرج المولى الحسين وطلع من المدينة وترك أم البنين في المدينة، أم البنين همتين خرجت من ورائهم، طلعوا ودعوها وخرجت من ورائهم تعمت بيدها. سيد الشهداء كان يجلها ويحبها ويقدرها كثيرا، فتوقف وأمر إخوته أن يتوقفوا إجلالا لأمهم أم البنين، فجاءت وتعلقت بركاب فرس المولى أبي عبد الله بأبي وأمي كأنها ترتجيه أن تكون خادمة له، أن يصحبها معهم إلى كربلاء ترعى العلويات فاطميات اللي هي حياتها كلها سخرتها لخدمتهم. تقول لي انا احلى سنين عمره واجمل ايامه، يما احلى سنين عمره واجمل ايامه، انا من طبقتكم للبيت خدام، وين الله وظل نرافع الهامة، وحاشر باي ولد ضيعت عاب، انا حاش يضيع تعبي بالرضع لابني، وابن البخل دمع ليك موش، انا بعباس ظن ما يخيبني، ولو فقد الولد مو عين صواب، يما انا طلبت من الله وتمنيت، وين الله وعلي اختار للبيت اطبا خادمة وقلبي اطبت، بيت تهبط الاملاك معتاب. على هالحال هذا قالت له ابا عبد الله انا استاذنك سيدي عندي حكايه ويا اولادي. اخذت بيد ولدها قمر العاشر تقول له يا عباس يا وليد ارجع حاجك، يا عباس يا وليد ارجع حاجك، ان كان امك ولحق الربع لي، يما بالحسين ما يحتاج وصي، والله بالحسين ما يحتاج اوصيك، وخواتك خدرهن بلغوا بي، اولي وطلعوا الى كربلاء، خرجوا من المدينة وراحت اخبارهم انقطعت على ام البنين، الى ان اجى الناعي ذاك اليوم ينعى بشرع بن حذلم ودخل للمدينة يصيح يا اهل يثرب لا مقام لكم، قتل الحسين فادمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. يقول اجت ام البنين تشط الصفوف يمينا شمالا، صاحت يا ناس بالله دف رجوله وخلوه ينزل عن ذلوله، انا بسايله واسمع القول، بيوم التقى وذوله يعفي عليك ارباب عزائم، يوم التقى وذوله بذوله يا باب الكون يا غصيت عباس راعي البقر يا حضرت وفاة ام البنين. الوقت راح من عندي ابيات اترك، حضرت وفاة ام البنين وما عندها ولد يحضر عندها،
اليوم ام البنيين انقطع ولد يا بل يا ام البنين انقطع ونهي ونهي وجري بالموت شن صار منها تتمنى يحضر عباس ابنها الربته من در لبنها يا بل ربته من در لبنها لبنها والله ام عباس بس نسوان جنها بدموع الفواطم غسلن والله بدموع الفواطم غسلنها تقول لبناي لبناي اريدك تبودز مرسول بيت الدعاء اريدك تبودز مرسول لبناي هاي الكفل زينب حلال علي لبنا ما يردت عباس يشرج علي والله رجت عباس يشرج علي لابن اياي ويهين تراب ملحود علي لا تدعوني ويك ام البنين